الراجل يا بيشيلوه فوق الراس يا بيحطوه تحت المداس، وده اللي بدأ يحصل مع الدك. ايه ماله الدك يا معلم؟ بص انا عن نفسي من اكتر الناس الملهمين ليا على المنصه دي هو الدك بصراحه، يعني دكتور ممدوح نصر الله من اهم الملهمين ليا على المنصه دي، ومن الناس اللي حسوا ان الموضوع بسيط وانك ممكن تنجح على يوتيوب. وانا دايما بقول ان دكتور ممدوح نصر الله هو اهم يوتيوبر انا اتعلمت منه كتير على المنصه دي. فبصراحه شايف ان الناس بتأفور معاه شويه، يعني انا شايف ان الناس بتأفور معاه شويه. اللي حصل مع دكتور ممدوح نصر الله على تويتر والليله اللي حصلت مع ممدوح نصر الله دي اعتقد ان هي اوفر شويه، يعني اعتقد ان هي اوفر شويه. بس احنا كده بعيد عنك، يعني احنا كده يا بنطلع الراجل فوق السماء، يا بنطلع الراجل فوق السماء وفوق السحاب وبنصرفه على القنوات الرياضيه، يا بننزل بيه سبع ارض يا ابيض يا اسود. معلش احنا عندنا في مصر كده يا ابيض يا اسود، هتشوف معانا ايام جميله يا هتشوف معانا ايام سودة. محمد رمضان يبقى نمبر 1 يا محمد رمضان يبقى خاين ومالناش دعوه بيه. فبص يا معلم، هو اي نعم الترندات في مصر ترندات وقتيه وكل حاجه